جاليادة بنتلان اي كودقان مغالادة قاهرة اي حرونتا ودن كان مصر اي سيوين وغودة بالدقاي مناسبة اللي طبناد اي كسو وريكتاي مركي ديدي بدا لوتاقي بنتلان سند كي كون اي سغال بقول سغاشن اي سيديدي حفلة داسي لغو ماموسة يي اساس كي بنتلان اي وحا كسو قايب غلي اقون يهنو وحقرط وضيال دلن يارو هاوين اي عرور اي سيدو كلي بلشادة قايبه هيداك لدوان اي مرت شرف كلي هذا بقار كميد أحدد كي كهاللي مناسبة داسيه لغو ماموسة يي يطمان سنة قورو دي كسو وريكتاي مركي لدي بدل لو تاقي بنتلان مغالا دا قاهرة لغو قبتاي وحا اي ادعا يين هذا اللذو دا سيدة تن أنا كان يسوون نمي حفلة دي يطمان قورو دي كسو وريكتاي أساس كي بنتلان runti lixii toban ka sano ee Puntland jirsatay oo nabad iyo barwaaqo ahayd waa wax mudan in loo dabaaldego caaw kale waxa muhiim ah in aan xasuusano dadkii asaasay Puntland sanadkii 2019 weeye waxaana shicaarkeedu ahayd sanad guurada tan Puntland ha isku tashato mar labaad waxaan runti aad u la hadlayaa in dalyarada لدينا مناسبة للسوق المغربية قالها يقولنا إن آدم حسيهين إن سبحانه كودة هي صداع حياته حفلة نسوة غاسبية كل مهولي يعني حفلة وحفلة أساس الله كنت آدي آد وتهنيطا مدرنا حفلات هاي مهولي يعني أباليو حفلة اللغة بطاي ماموسكا دورة بوتلان سنة دورة هذه اللي حيطبنات مركز توحى حسيتان بودان سند كستو لجارو بيش السديدات إلا قبطه حفلة أما ماموس وهو ماموس يا حفلة بطلان بنت لنا وحصل مري شن بده حوينه أو شن تبا أي وحقبض في عن أو لطابن كرا أي نقطة عين بده حوينه كستا حلك وحقوق بني إسكا وحقوق بصه وحنا وحقوق بني سقى فرحسن وحنا وكجت جي حلك سقى فرحسن تصبح عضين يا سامر أو حلك قبنا يا صغر فرحسن إن الشعب كيسا والله قيب سنة يا وناجا لبات ضاء يا وحكست أو صوف سارة مرك وقت يا صغر فرحسن وحا إن قل يا إن وحلك وقت لي من ولا كيسا فرح دا سنة وحلك يا سا إن مسؤوليات بدن قصار هكذا إن حفلة دان أدكو حسوسني سان أساس كي دولة قبلات كابوتلان أما دول كيودقونا runtii sharaf ay tahay inaan nagu joogo asxaabteyda badan oo aan arkin ayaamahan ayaan arkay waxaan dhigi karaa fursadaad qaali u ah ayay tahay marka dadka ugu horeeya xafladan waqti geliyay oo ugu horeeya gudoomiyaha ardayda Puntland aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin anigana sharaf ay tahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ina horti inay istaago waxaan leeyahay walaalahayga walaalahayga reer Puntland hambalyo waxa tihiin dadku doonayaan gobaygu noqon doonaa oo mid Soomaali oo dhan iyo Puntland bay isugu jirto waxaan leeyahay aniga oo la hadlaya dhalinyarada hadda joogta isheel saara qaran baban dibuun keenay agabkiisi jeer kala lumaan ururin haynaaye Would be easy, but it ain't.